حسيت الله شعورك تبي الله يبارك فيك هذه هي تيح. كم جماعة ان شاء الله من صلاح شرفت الحاج منصور تفضل هذا الحاج منصور فارس من الفرسان جاوعنا الحاج منصور كيراك مشراكم لاباس وهذا مخلوف خويا الصغير مرحبا وين نقعدوا هنا نقعدوا فوق ايه مالك يا ناس هزي من اودك ابويا اشرب راسي بدعم الاول السين ويقلع شدي ابويا وطريقي للقديح حقيها خميس يقلع شدي ابويا اشرب راسي بدعم الاول السين اهلا بكم الله يبارك فيك احنا في الطريق كنا جايين لهنا للدار كنا حكينا على حكينا في الزايد انت في 76 76 ايوا حكينا على الالبوم الاول تاعك دمي انا حسني انوار ايوا حكينا على الالبوم الدوزيام في 2006 ايوا والتروازيام 2011 التروازيام لا 2008 2008 كان مع رومونس ايوا ومن بعد جات 2011 خالتي فاطمه اللي هو سمع هذاك هو اللي هذاك هو السكسي السكسي تاعك هذاك هو السكسي تاعي هذاك وين انت كيفاش في الاول ما كنتش تطني العروبي كش واحد قال لك غادي نروح للعروبي ولا انت وحدك شطرحك بلي صح شكل رجع الاصل فاضله سما انت خيرت الاصل ايوا باسكو انت خصك تهضر مع الناس تقدر يفهموا لغتك ايوا والكلام اللي راني غنيه انا اللي نقدمها انا كلام سهل مفهوم ايوا استاذ تقدر تقول بدوي مودرن مودرن ايوا سما غير في اللونجاج في اللونجاج ديفيرون شويه على البدوي تاع بكري تاع بكري ايوا تاع بكري كانوا يذكروا كاين واحد الكلمات يقولوهم بالمعاني شغل الميساج باهي باهي لحق الميساج تاع دروك ما يقدروش يفهموهم ايوا باغ اكزومبل نعطيك غير ميتال صغير الشعر كانوا يقولوا السالف لك واحد يجي تقول له سالف ما يفهمكش بصح كي تقول له شعرها ولا شعره ولا حاجه واضحه شحال لي زالبوم شحال عندك في السوق عندي 10 البوم 10 البوم ايوا لو ستيل هذا هو راح تبقى فيه ولا راح تزيد دخل في ديزاين ستريم واحد اخر ستيل هذا العروبي اللي راك فيه هي نبقى فيه ان شاء الله نبقى في هذا نبقى في هذا الستيل مي راني نخمم باه ندخل الات اخرى كيف تخمم ندخل القصبه ولا صوتو اللي هنا معروفه بالقصبه بروبوزالي بروبوزالي شحال قال لي ندخل القصبه اي سي باه ندخل القصبه ولا نخمم فيها ميم كاين دي شونسون نخدمهم انايا هما الاصل تاعهم نصبه ايوا ترجعتهم موضع الاصل تاعهم نصبه كما تاع الماشي شيخ الماشي شيخ محمد البوسكي شيخ انا قلت لهم الحان عصريه و... انت متزوج 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 كنت متزوج في المره الاولى ومن بعد طلقت وكان عندك الزوجه الثانيه صح ايوا زوجنا عن الحب متفاهمين بها كما كل فنان كاين دي فوا ديك لا جالوزي الغيره كاينه ايوه مي الحمد لله ما ديرلكش مشاكل هذه الغيره هذه ما ديرلكش مشاكل والله لا لا نعرف كي نتجوز تعرف كيفاش تجوزها تعرف كيفاش تجوزها تعرف كيفاش تعالج مشاكل هي لازم ان شاء الله نقدروا نشوفوا العائله والوالدين والزوجه مرحبا بكم الله يبارك فيك مرحبا بكم شوفكم المدام ايوه مرحبا بك توفيق اهلا مرحبا بك هذيك المدام السلام عليكم اهلا اش راك صباح اهلا صباح مدام حبينا احنا نسقسوا شويه على العجال
اسكو هو من النوع اللي يحب الدار يريح في الدار ولا انسان اللي يظل غايب هكذا؟ يحب الدار بزاف. كيكون خدام ما يعيط لي في التليفون يقول لي اني متوحش الدار متوحش الحومه باسكو يغيب بزاف. وكي يجي للدار هو واش يدير في الغالب؟ واش يدير في الدار؟ يرقد يلعب بلاي بزاف. ماتش يلعب لي كومبو يلعب. واش تسيبورتي على هذه على لي ماتش؟ واش ملك في التسيبورتي؟ لاجيري 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 وبس. في ترونجيري نبغي ريال البارسا نبغي نتفرج لي ماتشات بين هنا في البلاد نبغي باريزون سياسي. انت من الصغاني كيفاش تحب السياسه؟ اي باسكو كثر خدمتي بزاف كاع في قسنطينه وحبابي كاع في قسنطينه بزاف. سما سنافير سنفور دير سنافير ديجا طلعنا لهم خدمنا لهم شونسون سبيسيال ليهم. اي بيان. وفي الدار هكذا يرقد ويبلاي وستوب انت في ميزك تغيب ثلاث ايام نهار اللي جيت ريح فيه تعاونها فيه والو ولا تريح سلاله اللي فوق عندي في بالي هكا عندي قهوه لروحي اتاي نخدم شباب خير منها. خير منها. خير منها. خير منها. 71. 71. ايوه. سمع من داك تبان لك هذا؟ من داك تبان لي على برنس نهار روحي تبان لي على اتا تبان لي. وانت ماكش معاوناتو في الخدمه تاعو؟ باغ اكزومبل كي يكون باغي يكتب يقول لي اليوم راني باغي نكتب باغي نقعد مع راسي. يقعد كي يقعد يكتب هو يقول لي شراني نكتب. يقعد يملي عليا وانا نعاونه. دي فوا باك تعاوني هي انديريكت. كيفا؟ دي فوا هي بار اكزومبل هذيك لا جالوزي وهذيك كدا تنشعلي تنشعلي نولي نكتب. اسمع تخلقني نكتب. اسمع هذيك غنية هذيك انديريكت. اي والله. هي ما علمهاش باللي بالنسبة لها هي كتبت هذه الغنية. انت تغيب بزاف على ذكرك في الحفلات بزاف راك تغيب. ابار الدار واش من الحاجة اللي توحشها في في مصر؟ كي سقسيتني قبيله سقسيتني على ليترونجي بغيت نقولها لك. بالك انا ليترونجي ما نروحلهاش كاع. علاش؟ ما مانيش من دوك الناس زعما تاع اللي يحوس على ليترونجي ولا انا الحلم تاعي واحد نعيش في غايه في بلادي. باغ اكزومبل هذه هي ما تغبت 12 يوم. 12 يوم شفت فيها بجايه سطيف قسنطينه وصدرها تاع سوق هرس. كي جيت جاي في لوطور ولقيت بلاكا من صغاني مسال الدمع. دايما قلبك لقيت غير بلاكا من صغاني مسال الدمع. واش من الحاجة اللي في صغاني هكذا دايما هي اللي تعطي عليك هكذا تخليك دايما متوحشة؟ واش من حاجة أبار لي بارون الدار؟ غير ديك هكا الدورة في 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 كارتيك تشوف أحبابك تشوف لونتوراج تاعك. نبغي نجي لهنا فاني حشية حشية عندي عندي لا روتين تاعي باينة. صباح قهيوة بالسويقة من بعد نروح للريستورون عند با ريح معاه شويه نعاود ندخل للدار الواسيه السوله نعاود نجي لهنا. كي نجي لهنا راني ندور مع خالتي مع الاولاد مع هذيك مع هذيك. هو جاي في طبيعته هكذا جاي كالم ولا مقلق؟ هو كي كالم بزاف بزاف كالم. من زحفه يبان تماك يبان من تدخل هذيك تاع لاجالوزي وغيرها يسمع غير في الامور هذه تليفون يصوني بزاف كي تدخلوا هذا يصوني تليفون معناتهم الناس بزاف هذوك خلاص مع الله مازال هاك من هي. لا الحمد لله ولفت الحمد لله ولفتي خلاص ولفت الحمد لله. يعطيك الصحة مدام. احنا نزيدو نشوفو يطلع يدو حياتي نزيدو نشوفو لي بارون هاز مرحبا بك تفيق. الله يسلمك يا اهلا وسهلا بك بزاف. الله يسلمك بارك اخويا الحجة. الناس واش راك؟ هذا خو هذا خويا مختار. مساء الخير. اهلا. هذا اللي عرفت نفسه وما جيتش. عرفنا الارز تاعك وانا ما جينا صح نورمالمون. هذا شي باني شي باني. اي والله اللي قلنا جوان هذا اخي صغير عليك. هذا صغير عليك علاش عاود تسلمت عليه انايا باسكو صغير عليك. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اللي عندي الجمعه. قالها لي. قال لي عندي وحده لهيك وحده هنا. هذا اللي حضر عرضنا العرس وما حضرناش عندها واحد الشهر. وهذيك العروسه تاعنا. الله يبارك كنا احنا حضروا في عرسك الله غالب وهذيك الصغيره تاعكم. هذيك الصغيره هذيك الصغيره هذيك الصغيره. نبدا مرحبا بك. يظل يقول لي انا يا بابا صاحبي. العجل؟ ايه. عجل يعني كاع الشروط توفر فيه. الاب والخو والولد
يحكي لك بزاف يقول انا بابا صاحبي صاحبي هو مليح بزاف كاع خو كاع الناس كريم حنين شبو زواري اي حاجة العجلة توفر فيه انا داير لي زايدة بكاملة كاع العايشنا كاع العايشنا كاع كي قلالي كي مساكين كي جوارين كي كاع العجلة قال لي نخرج ما يمكن نعود هكذا نحب الريح ولا نخرج ولا نقصر نخرج نمشيو انا وياه لا خصني نجي عندي ريستورون كل عام يقولوا عاوني في ريستورون يخلص ولا يوسي ولا حاجة يعرف بصح غير يخلص ما يعرفش طياب ولا لا يعرف يخلي البيض يعرف ياكل شوية يعرف ياكل يعرف ياكل تعاونوا في الماكلة اسمح لي ياكل مليح بصح عندي حاجة من بعد يكون رياض ما يصير تاع طياب تاع طياب انا شفت لا ريستوراسيون يعني بشي غير نخدمها محتاج هو يطيب مستوى باش خدام يطيب هو الريستورون تاعي هذه موجودة في خير الدين ولا كليونتيل تاعي تقريبا قاعد يبلاصو من بلاصة لبلاصة يجوني من 15 كيلومتر 20 كيلومتر صرت نخدمها لي لا ريستوراسيون شي كمحتاج نخدمها بار بليزير عندي حباب يجوا عندي زعني ندير لهم على ندير لهم الكوستو تاعهم كي يبلاصو 15 كيلومتر 20 كيلومتر يجوا عندي سبيسيالمون باش يجيو عند عمبور صاير انايا هذيك هذيك شنو الشرم تاعي هذاك هو ماشي الشرم تاعي كيربح الدراهم يعني واش ندير سي عمار ما نقولكش الحاج باسكو راك قدي في العمر سي عمار واش من سبيسياليتي عندك انت تماك في انا متخصص في لي بواسون في الثانية في الحوت وفي اللحم المشوي بايلا 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 قال يعني لي بلادوش عندي قريبا واحد 40 عام في هذه المهنة هذه ملي كنت صغير والعجل نعاود نقول لك العجل العجال على سميتو العجال بزاف اللي يقولوا العجال العجال نورمال اسمي جيش عليه حنا كي كنا نسكنوا في لافيل وكان واحد الوالي سمو سيد العجال حدانا اي كيسان سميته العجال يعني لسيد العجال لسيد العجال والعجال كان صغير كان عنده هكذا موهبة تعاونا وكان تجي عليه اللي كان صغير كان عنده بلك 3 سنين ولا 4 سنين نخوته يحافظوا وتسيبوا كاع البوقي ولا حاجة ويدربك ويغني نقول له خلينا نبدو من بعد يعني ما حبيتلوش هذه المهنه هذه تاع الغناء هذه بصح من بعد كيستو يعني عن ولوع فيها ولوع كان صغير هكا وغاشي يجوا الحساب الحومه يدوروا به ويسمعوه هيا كي شتو ولوع خليته واش من لاج باش عرف باللي خلاص راه خير طريق تاعو واش من انا يا ما نكذبش عليك انا نهار ما بغيتش باش يغني بس من بعد انا قلت له واحد الكلام الى العقل عليه قلت له الفن هذاك تستعمله كلموس الى تستعمل الفن يعني باش ايزان يدير به الخير وترشد به الناس ودير به يعني تغني على الام المغبونه وتغني على الزوجه وتغني يعني على اشياء مليح بصح قلت لك كلموس الى ترفدوا باش دير به الشر ما تقاش ترفده والى ترفدوا باش دير به الخير ترفده هو سمع النصيحه تاعك لازم يسمع النصيحه تاعي وحتى نضرب قدام الشروق تي في نقول له قلت لك يا ودي الفن هذا لازم يسمى ما يخرج التقاليد تاعنا احنا ناس باديه راك تشوف عندنا الفروسيه عندنا الكرم عندنا المطعومات عندنا الفرسان عندنا احنا ولادي قاعد يصلوا عندي ولدي هذا كما صليت من 7 سنين ولا 7 سنين يصلي لحد الان مازال يصلي وانا ولادي كاع ترونكيل وكاع ملاح كي كبير كي صغير انت تسمع ولا ما تسمعش اسمع له انا كي نسمع قصيد العجل نموت تموت طيح بالكاو واش من الاغنيه انت اللي تسمعها الحاج شو عجبتك تاع سداوي الاغنيه تاع سداوي والله هذيك السداوي واش من السداوي هذا هذه اغنيه شابه فور واش من السداوي يغنيها شغل مغربيه مغربي مغربي السداوي شنو السداوي هذه واحد الوليه في سد حدا سد الخضر يالله عليك السداوية وانا بريد بغيت الداوية الله عليك السداوية وانا برضي بي قوية وهي بيت سرشد و
وانا عليها ما تنخمم وهي بيتة السرجم وانا عليها ما تنخمم والحج انت يا بغينا نبقوا من خوتو يبغي لاباه يبغي كاع الناس كي يجي لهنا واش لهنا واش حاب يدير يبغي العواد يبغي الدور يبغي كلش او هو العرس الجديد تاعنا العرس واش كش ما تخرج حفلات مع فارس هذا فارس 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 تخرج معها اللي قال الحفلات ولا دي فوا واش من قال اللي خرجت معها انت على الحفله اللي خرجت معها سيدي اخضر سيدي الاخضر سيدي اخضر مخلوف فارس غنى ياسر اسمع فارس تاعو ديجا انت نظمت العرس كامل العرس تاعو رعطيت كيما جيت رعطيت اللي كيف كاع رعطات اسمع اللي كيف كاع رعطات لاجل انت يجي ينصحك يعاونك في حياتك ولا يسقسي عليك هو المثل على تاعنا تاعكم انا نذكر خالتي صغار كاع كاع يسمعوني كاع يسعفوني كاع هذيك هو هذيك لا كي خطبت شاورتو جيت شاورتو راح هو با تعلمتو في الغناء راه عجبك ولا لازم يبدل شويه؟ لا راه عجبني كاع بالمية اسمه يبقى هكذا لازم الغناء تاعو ينظفه لازم يسمعها الاب والشيخ والولد والبنت جاع نسمع لازم القلوة تاعو يكون نقي باسكو الشهرة تروح الشهرة اللي تكون عندها قيمة طول والشهرة اللي ما تكونش عندها قيمة تطيح يجي واحد الوقت النيفو تاعها يطيح كي غنى عيطوا الكابيتان ما خفتش عليه هاي ديك عيطوا الكابيتان وعيطوا الجدرمية ديك انا بقى ما خفتش عليه لا ما خافش عليه ما تخافش عليه ما خافش عليه عجبتك انت ولا قلت له نحيها لا يا حقا ما عجب ساعة خدمتني تخالتي فاطمة بين الناس بك الله يبارك عندك زوج نساء الحوسة الثالثة الحوسة الثالثة كل شيء جاية كي جاية تلاقيت واحد صاحبي قال لي ودي قال لي عجبك حسن واش درت انت كيما درت قال لي جايز عندنا عادي يعجبك سالب خالتي فاطمة خالتي فاطمة شنو عباد شنو عليك هذه القصيدة هذه يبغوها يبغوها كاع الناس اخويا الحمد لله اللي تلاقينا معكم وشفناكم ربي يبارك فيكم ومرحبا بكم وانت راك جان علينا الله يسلمك انت راك جان مرحبا بك بالجنود تاعك ما درناش مع الصغيره وما حكيناش مع العروسه العروسه كي جيتي ليهم انت كي جيتي ليهم انت كنت تسمعي بالعجال قبل ما تجي ايه كنت نسمع بالعجال كيفاش كنتي تصوري هذا العجال قبل ما تجي العجال هو حمايه قبل ما يولي حمايه هو الخالي اه اسمع دائما نسمع تعرفيه من قبل هاي والله نبغي بالبزاف ونسمع اغنيه يقول غير زعما غير الرجال اللي يسمع صح انا نسمع وحنين وما عندنا بنقولوا فيه الصغيرة هذيك متهلية فيها ولا ريانة هذه ريانة ريانة مزوزية تاعنا هذه مزوزية راه متهلي فيك شنو العجل؟ اه خويا متهلي فيك اش ما يجيب لك دي كادو وكشو متهلي كي يروح منه ومنه يجيب لك ما ينساكش هذه المزوزية تاع الدار هذه المزوزية ربي يحفظها لكم ان شاء الله امين ربي ان شاء الله ربي دائما يخليكم متلايين هكذا اسره واحده امين يا رب احنا نروحوا قلت لي نديك العواد نذكروا العواد مرحبا بكم اليوم سموك تلبس لبسه تاع العرب ايوا هذا يا سلام ونجربوا لك بعد الخيط تاعي انا يعاوني هكاش نعطيك العود اللي سهل عاقل نعطيه لك يا خلاص عندي واحد بيض كان في حارس الجمهوري وشريناه يعني رهنا عندنا طورناه رديناه الفروسيه هيا رانا نلعبوا عليه وراكم كش ما ديروا في الفانتازيا هذاك نديروا فانتازيا ونعرضوا الغاشي هنايا